النهارده كان في جلسه استماع للحركات النسائيه ونساء الاحزاب والمستقلات للمراه عموما، وكان يسبقها جلسه استماع للاطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال المعتدى عليهم اثناء الثوره. الحقيقه الجلستين كانوا اكتر من رائعين، فيهم فجروا مشاكل كتيره جدا لم يتضمنها الدستور. من اكتر الحاجات اللي احنا مصرين عليها، انا هتكلم على جانب المراه بالمقام الاول، انه المراه الى الان لم يتم صياغه احترام المعاهدات والمواثيق الدوليه، لم يوجد نص واضح على احترامها في الدستور. مصر كدوله مدنيه لم ينص عليها الى الان في الدستور. بنطالب انه كل المجالس المنتخبه والمعينه لا يكون نسبه اي من الجنسين لا يتعدى من اكثر من الثلثين فيها. ده بيضمن دخول مراه وشباب وكل اطياف الشعب. النهارده كنا بنطالب انه يكون في نص دستوري بيرعى الطفل ذوي الاحتياجات الخاصه، يكون ليه معاش مناسب، تلتزم الدوله بمعاش مناسب ليه وبمسكن مناسب ليه. وكنا بنقترح ان تقام زي مدن سكنيه لذوي الاحتياجات الخاصه في القبر بعد وفاة الوالدين، والرعاية اللي بيشملها بيهم والديهم تكون مدن مخصصة بعناية صحية، برمات نزول للكراسي المتحركة، أسانسيرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى مدن يعني أدمية وإنسانية نراعي حقوقهم. المعاقين عندنا 10 مليون معاق في مصر، مش ممكن نتجاهل تقريبا 10% من سكاننا ونتغافل عن حقوقهم. هم قالوا ان هم يعني هياخدوا بالمقترح دوت، وقدمناه لهم مكتوب. ويعني الحقيقه المجلس القومي للمراه كان متفهم، لان انا قدمته لهم كمقترح بعد زيارات ميدانيه لمدارس وجمعيات لاطفال ذوي احتياجات خاصه. فده كان مطلب، انا بنقل مطلب من امهات لاطفال ذوي احتياجات خاصه، ده مطلبهم وقلقهم على مستقبل اولادهم. احنا يعني بنطالب كل الاحزاب ومنها حزبنا بان يكون النساء في يعني نساء الاحزاب الاول يكونوا ممثلات في الانتخابات البرلمانيه بالنسبه زي احنا بنطالب على الاقل الا تقل عن 30%، وده يكون في لوائح الاحزاب.